حسن احمد امين السر التنسيقي للثوره السوريه في مصر. نحن هون معتصمين منذ البارحه، هناك اجتماع لوزراء خارجيه العرب بدعوه من مجلس التعاون الخليجي لتعليق عضويه النظام السوري لانه يقتل شعبه. ونحن كشعب سوري نطالب الجامعه العربيه الضغط على النظام السوري واسقاط عضويته مباشره، ومن ثم نقل ملف سوريا مجلس الامن لتتخذ القرارات التي اتخذت بحق غيرنا. نحن نقتل في سوريا، نحن دفعنا اكثر من 15,000 شهيد، نحن عندنا اكثر من 100,000 معتقل لحد الان في سوريا. وعلى المجتمعين في داخل هذه الجامعه ان يتخذوا القرارات المناسبه لكي يحموا الشعب السوري من هذا النظام القاتل. وشكرا. اهلا واقف النهارده علشان يعني اجتماع وزاره الخارجيه العرب بالنسبه للموضوع السوري. انا طول عمري بسمع كمان الدول العربيه بتنكر وتسجب لدين اللي قضيه السوريه. عمري 30 سنه بسمع استنكار وسجب ونكران من الجامعه العربيه الا قضيه السوريه. موضوع قضيه السوريه نسيناه الاولوي. مش عارف اقول ايه كده. احمد زهيمر تمساح من اسوان من جمهوريه مصر العربيه، بقول لحكام الخليج العملاء بتاعت الامريكان، لو انتوا جايين عشان هنا عشان خاطر تامروا على الشعب السوري على اسرائيل عشان اسرائيل، لا عشان تضربوا سوريا وجايبين العملاء بتاعتكم هنا يتامروا علشان ضرب سوريا عشان ضرب تبعوا عشان خاطر اسرائيل، بقول لهم لا لا يا كلاب يا كلاب يا عملاء الامريكان يا عملاء اسرائيل، انتوا بتعملوش مصلحه الا لامريكا ولاسرائيل بس، ما بتعملوش حاجه للعرب. روحوا بيتكم، انزلوا من العروش بتاعتكم، انزلوا وروحوا، خليكم قاعدين في بيوتكم احسن زي النسوان، ما تخلوش الامريكان حاكمينكم في بيوتكم. الواحد انتوا اقول لكم ايه؟ انتوا جبتوا لنا العار علي حرام، انتوا جبتوا العار يا دول الخليج، مخلين القواعد الامريكيه عندكم ومخلين محاملكم في بيوتكم. الواحد مخلينه حامين في بيتكم، عيب عيب عليكم. الراجل ما حاميش نفسه وما حاميش بيته وما حاميش بلده وبس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نحرقكم بكاس ثاني يا شيخ.